اهلا بيك يا جميل بيه. الحقيقه انا تابعتك امبارح في التوك شو في برنامج الفساد والفاسدين. الحقيقه كنت هايل. يوه 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 يا علي، ولسه الحقيقه النهارده عندي 3 حلقات توك شو وعندي 6 مداخلات. الحقيقه مش لاقي وقت، مش عارف، ما عنديش وقت خالص يا علي. طب انت مش لاقي وقت، ما تاخد من وقت انا. لا يا حبيبي، وقت انا اعرف انظمه كويس اوي. وبعدين هما لسه مكلميني ومأكدين على المواعيد. ويكلموك انت ليه؟ ما يكلموني انا، ما انا اللي عامل الموضوع. انا رئيس التحرير يا اخويا، ولولايا ما كانش فيه ولا كلمة مدي اتنشرت. طب هما كلموك، المفروض تبعت لي انا مش تروح انت وتنفض لي. يا علي يا علي، انا بحب الشهرة، عايز اتشهر. انما انت صحفي بتحاول تقول كلمة حقيقية. أنت تكافح الفساد، خليك يا علي، أنت كافح الفساد وأنا حكافح في التوك شو. يا حبيبي يا جميل. أستاذ جميل لو سمحت. طب يا أستاذ جميل، بالنسبة للفلوس اللي خدتها، حقك في التوك شو؟ لا لا، أنا لا 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 أحصل على أي نقود مقابل ما أقدمه للناس من معلومات عن الفساد ومكافحة للفساد. لا لا يا علي، أنا ما باخدش فلوس. أقول لك يا جميل، أنت لو ما دفعتش الفلوس دي عليا النعمة لأفضحك وأوديك في 60 داهية وأقول إنك أنت مالكش دعوة بأي حاجة. حاضر يا علي، حاضر. اقعد يا علي، اهدى يا علي، اهدى يا علي. حاضر حاضر يا علي، حاضر. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص الناس هتاكل بعضيها. يا ساتر، أنا لهذا الفساد أن ينتهي. جملة قديمة أوي. طب في جملة تانية حلوة، لابد لهذا الظلم أن ينجلي. دي آدم الأولانية، التفاهة اللي أنا فيها. انجي. هي بتظبط. ايوه انجي. لا يا حبيبي، معلش، انا بقول لك انا مزنوق يا حياتي. لا اخش الحمام ايه؟ انت فهماني غلط يا حبيبتي. انا مزنوق في كتابة المقالة. يعني هي مشكلة صغيرة كده مخلياني مش عارف ابتديها. يعني ما تحاولي كده تشوفي لي حاجه نبتدي بيها. بقول لك ايه، ما تكتبيها انت يا انجي وانا هديك 250 جنيه تجيبي جزمه. 500 جنيه؟ جزمه ب 500 جنيه؟ لا يا حبيبتي اكتبها انا ارخص. ايوه مين؟ انا يا استاذ علي. ادخل. استاذ علي، استاذ جميل عايزك حالا. طيب روح وانا جاي له حالا. يلا روح. طب يا حبيبتي، جميل عاوزني. بص اكتب انت المقاله وهنبقى نشوف موضوع الجزمه ده بعدين. يلا باي باي. استاذ جميل، العرض اللي بقدمه لك ده ما يترفضش. دول شيكين، واحد ليك ب50,000 والتاني للصحفي اللي عمل الحمله ب200,000. ويا ترى بقى دول في مقابل ايه؟ استاذ جميل، الحمله اللي اتعملت ضد مصنع الالبان بتاعنا لازم تقف. خدت بالك يا علي، الحمله اللي اتعملت ضد مصنع الالبان لازم تقف. عشان كده هما مدينك، بس مدينك كتير قوي، 200,000 وانا 50 بس. يا علي بقول لك، يا علي ما تيجي تنصص. كفايه انت مهامك 50 يا جميل. كفاية. انا مهامي 50؟ انت ماشي ماشي يا علي. بص بقى، انا فهمت دلوقتي انت عايز توقف الحمله، يعني دي رشوه. انت جاي ترشينا، نحن ايه رايك؟ نحن لا نرتشي سيادتك. نحن برضو في خازوق بره ممكن نقعد سيادتك عليه.
ونحن السادة بقى ممكن أغيركم انتوا الاتنين لو الحملة دي ما وقفتش. اتغيرنا صح، على أساس ان انت الجوهر يعني، يعني هتغيرنا وتنزل الاتنين بدلنا. هتغيرنا ازاي يعني؟ يعني هجيب رئيس تحرير بداله من بكرة الصبح. يبقى عملت طيب والله العظيم. صدق انت قاطع علي، انا عمال اتكلم وعايزني اتغير. بقول لك ايه يا فندي، بص انت مالك مبهلق فيها كده ليه؟ شيل ايدك يا جدعان، اوعى يا جدعان. استاذ علي انا معجب بيك جدا. معجب بيها يعني ايه؟ هو انت طلعت كمان لا مؤاخذه؟ استاذ علي انت ليك اخوات؟ ليه، هي الست والده حضرتك عايزه تتجوز ولا ايه؟ لا 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 لا، انا بسال بس. لا ماليش، ويلا بقى اتكل على الله. يلا اخويا يلا، بدل ما اجيب لك الامن المجبر. لا 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 لا، لا وعلى ايه وعلى ايه؟ حاضر، خد الشيكات بتاعتك معاك اهي في 60 دقيقه. بس خليكم عارفين بقى هنتقابل تاني. لا تاني ولا تالت، يلا يا اخويا يلا يلا. عايزين بكره مقاله تكسر الدنيا يا استاذ علي. من انا يا تروح وترجع بالسلامه يا هيرو العالمي. ميرسي استاذ علي، مع السلامه. شويه كده حبيبي. شوية مفيش سلام يا انجي. تروحي وتيجي بالسلامة يا انجي. برافو يا انجي. في ايه يا انجي؟ وبعدين اللي فيه ايه؟ انا اكتب المقالة ويطلع عيني وانت اللي تتصايط وتتشهر؟ يا ريتني كنت انا اللي اشتريت علبة الزبادي دي. انت ليه مركزة في علبة الزبادي وكأنها هي المشكلة؟ يا حبيبتي المشكلة مش في اللي اشترى علبة الزبادي، وإلا كان اي لبان في مصر بقى اكبر صحفي. يا سلام. بص يا انجي، في ملايين البشر وقع على نفخهم تفاحة، بس نيوتن بس اللي اكتشف الجاذبية وعمل منها قانون. ايه الحلاوة دي؟ هي وصلت لنيوتن مرة واحدة؟ أيوة، كذلك ملايين البشر اشتروا زبادي منتهي الصلاحية، لكن علي بس اللي عمل منه حملة صحفية كسرت الدنيا. يعني أنا في الصحافة زي نيوتن في الفيزياء. طب بلاش أفورة بقى، بدل ما سيحلك دلوقتي وخليها فضيحة بجلاجل، خليك تحصل نيوتن الله يرحمه. ايه ده؟ طب هو نيوتن مات ازاي؟ اقول لك انا ازاي. عارف التفاحة؟ وقعت على نفوخه جابت اجله. لا، ولما نيوتن مات بالتفاحة، امال مين اللي كتب قانون الجاذبية؟ مراته. اكيد مراته يا علي. ها مراته. وسع كده. عملت ايه يا مدحت؟ تخيل الجشعين رفضوا الفلوس اللي عرضتها عليهم وشايفين انها قليله. معقوله يرفضوا مليون جنيه؟ اه يا سيدي عايزين اكتر. شفت الطمع والجشع وصلوا لحد فين يا كبير؟ طب بعدين الحل ايه؟ مش عارف. لا، ما الحمله دي لازم تقف وباي طريقه، دي عماله هسهس في دماغي. انا عندي حل. ها، هتخلص منهم وتوديني في داهيه صح؟ لا مش بالظبط كده، ما انت عارف القتل مش سكتي، وبعدين قتلهم هيعمل لنا شوشره. امال هتعمل ايه؟ ابعت هات حموصه السواق بتاعك. ايه ده؟ انت هتروح؟ لا، انا هبتدي الخطه. لا بس خلي بالك، حموصه ده غبي قوي. حموصه ده بتاعي انا، هظبطه وهفرمطه وهتشوف اللي هيعمله حموصه.